النهاردة هنتكلم في درسنا كن قوية للشاعر محمود غني. ولد محمود غني عام 1902 ميلادي، وعمل بالتدريس، وله عدة دواوين شعرية منها في ظلال الصبر، وتوفي عام 1972 ميلادي. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا الموت. والحكماء يقولون إن العقل السليم في الجسم السليم، وشباب الأصحاء يعملون وينتجون ويشاركون في تقدم الوطن ورفاهيته. هيا بنا نقرأ هذه الأبي لنرى ماذا يطلب الشعر من الشباب وإلى ما يدعو. يا شباب العلم في الوادي الأمين، أشرق الصبح فعز النائم، مصر ترجو منكم جيلا فتيا سالم البنية مقداما قويا، لا ضعيفا خائر العزم عيا، كتب الذل على المستضعفين، انما الصحة عنوان الحياة، فانشروها نضرة فوق الجبال، وارسموها بسمة فوق الشفاه، وابعثوها رحمة للعالم. الشاعر في الأبيات بيقول لشباب مصر المتعلمين انهم مستقبل مصر، وبيدعوهم لليقظة وعدم الغفلة، لان مصر دايما بيبني الشباب الأصحاء الأقوياء الشجعين. أما الضعفاء اللي مبيملكوش الإرادة القوية فإن حياتهم ملهاش قيمة ولا نفع فيها ليهم ولا الوطن، وإن اليقظة والنشاط والعطاء ما بتتحققش إلا بامتلاك صحة الجسم وصحة النفس وصحة العقل، وإن الصحة هي أساس الحياة السعيدة، بيها نعمل ونشارك وننتج ونحس بجمال الدنيا. وإنكم يا شباب الوطن مسؤولون عن نشر الوعي الصحي بين الجميع عشان ننشر السعادة والبهجة بين معاني الكلمة. الهادي الأمين المقصود مصر، فوزه أيقظ النائمين التسلة، فتية قوية وعكسها ضعيفا، خائر ضعيف العزم الإرادة، لا التعب إرادة الجمالية. يا شباب العلم دائما في حب الشاعر لشباب العلم في ربوع مصر، فوزه النائمين التعبير يدعو إلى النشاط واليقظة. الوادي الأمين وصف الشاعر وادي النيل بأنه أمين على الشباب، يعطي من أعطى، أشرق الصبح تعبير جميل في دعوة للتفاؤل والأمل والثقة في المستقبل. مصر ترجو شبع مصر إنسان يتمناه ويرى، مقدما فتيا قويا كلمته بالقوة والعزم، نظرة فوق الجباه، بسمة فوق الشفاه، تعبيرا تصور الصحة بالدم، وبأن البسمة دائرة على قيمة الصحة في حياتنا ودعوة للتمسك والحرص عليها. نيجي دلوقتي عند التدريبات. أول سؤال عندنا، يا شباب العلم في الوادي الأمين، أشرق الصبح فوز النائمين، مصر ترجو منكم جيلا فتية سالم البنية مقدما قوية. اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. نادى الشاعر على الشيوخ ولا الأطفال ولا شباب العلم؟ يبقى نادى الشاعر على شباب العلم. مصر ترجو جيلا ضعيفا ولا يائسا ولا قويا؟ يبقى مصر ترجو جيلا قويا. الصحة للمجتمع تضعف أساس الفشل أساس الحياة، الصحة للمجتمع أساس الحياة. نيجي عند السؤال، ضع علامة صح أمام العبارة صحيحة المعنى فيما هي. عندنا أربع عبارات، عاوزين نشوف العبارات الصحيحة اللي فيها. أول حاجة عندنا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، يبقى الصحة تاج على رؤوس الأصحاء عبارة صحيحة. طيب إيه حاجة قصة تناول الطعام تكسر من القوة؟ دي مش عبارة صحيحة. تالت حاجة تناول الدواء دون إذن الطبيب مفيد، برضو دي مش عبارة صحيحة. النظافة واجب على الجميع، النظافة واجب على الجميع عبارة صحيحة. طيب نيجي دلوقتي عند ان احنا خلصنا درس، وقابلكم في درس جديد وشكرا.